انت رايحه فين؟ معلش انا اسفه بابا تعبان، صندوق ده جوه عندك على المكتب، انا لازم امشي حالا. ابقي طمنيني عليه. الشنطة بعد إذنك. مين سيادتك؟ مصطفى درويش مع أمه بحث الاسم. هو في حاجة؟ افتح الشنطة بعد إذنك. أيوه في حاجة يعني؟ الشنطة يا مدام. اتفضل. إيه الكرتونة دي؟ أدوية. يعني بتاعتك. أيوه بتاعتي. جدول قالي مش دي اللي بتروح للمستشفى ب 2 جنيه وبعد كده لصاحب المزاج ب 200 جنيه تجاره ولا تجاره البودره؟ بودره ايه؟ الكرتونه دي المفروض يبقى فيها ادويه ضغط وسكر بوديهم لدار مسنين جنبينا هنا. لو مش مصدقني اسال الدكتوره فاطمه. فاطمه والمفروض في الاسم بقى الكلام ده. هات يا ابني والحرز على الاسم يلا. اتجار في مواد مخدره وادويه مدعومه. خالد جاب لي محاميين كبار بس كنت خلاص لبست التهمه. انا كنت مديره المستشفى. ادويه الجدول دي كانت في عقدتي. لبست 10 سنين سجن وخرجت بدري لحسن السر والسلوك. بتمنى من ربنا الاقي بنتي واشوفها. ان شاء الله تلاقيها. ان شاء الله تلاقيها وتفرحي بيها. تعالي نعدي. الو؟ ثانية واحدة. بقول لك ايه؟ وحيدة تقول لسه ان انا جاية له حالا وادي الموبايل ده لمنى شلبي عشان عمال يرن من الصبح. الو ايوه يا استاذ فوزي. اهلا اهلا وحشني والله. فينك يا استاذ؟ تصوير؟ طبعا انا جاهزة انا جاهزة. حضرتك عارفني يعني بيسموني عبير ديليفري كده. ماشي يا استاذ ان شاء الله. ماشي يا استاذ مع السلامة. وشك حلو عليا. مش حلو عليا. جالي شغل جالي شغل. وبعدين ايه بقى؟ محتاجين نشتري بقى هدوم كتير قوي قوي عشان ما عنديش حاجه خالص اشتريها. فما تعالي معايا. والله فكرتيني انا كمان محتاجه اشتري هدوم كتير. طيب تعالي نروح المحل ده. انا جايب لك زبون ما بيجيش غير مره واحده بس في العمر. زبون بيحب يكون اول واحد في حياه اي بنت. هجيب لك منه 5000 دولار ويمكن اكتر. مش اول مره برضه ولا؟ ثانية واحدة بس عايز اوريكي صورة حلوة كده. الله نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود. الله يخرب بيتك انت ما عندكش دم. حرام عليك انا يوميها زائدك وجريت. انا عارف عارف ومصدقك بس الصورة ما بتكذبش. انا ما حصلش بيني وبينك اي حاجة. حرام عليك. هو ده اللي مزعلني ما بيحصلش بيني وبينك اي حاجة. اسمعي الكلام والنعمة هتنبسطي. انا عايز افهم انت هتستفيد ايه لما تفضحني؟ مفيش فضايح وانا عارف. فضايح ايه ربنا ما يجيب فضيحة. كل ما هنالك يعني طول ما انت فاضيه بعدت عليا انا قاعد لوحدي
لكن لو ما عملتيش كده هتبقى هي دي الفضيحه. هبعت الصوره لخطيبك وما تسالنيش اعرفه ازاي ان اسمه زي الطبل في الزقازيق. تعالي نقعد شويه. تعالي قليل وقليل ادب. سافر بيت خدي طبعا مجنونه. خدي اما اقول لك استني خدينا معاكي. استنوني. مالك يا بنتي بتتنطي كده ليه؟ ابدا مفيش حاجه. يعني ايه مفيش حاجه؟ ده انتي بتتنفضي ولا من الكهرباء؟ تعبانه حمله تعبني. هو الواد الرمه اللي تحت ده ضايقك في حاجه؟ سيبك منه ده واد زباله. الدنيا كلها بقت زباله. عايش خلاص يا ما نزلتيش ليه يا كوكي؟ مفيش شغل النهارده ولا ايه؟ هو الشغل بيخلص ولا الهم بيخلص؟ انا بس صحيت تعبانه شويه وعندي مغص كده قلت اشرب حاجه سخنه اخد دواء وارتاح شويه. اغرف لك؟ اغرفي يا حبيبتي. احنا مش هنستنى ولا لا؟ بقول لكم ايه، انت هتستنوها ولا ايه؟ ولا ما لهاش اي مواعيد، لو هتستنوها هتصوموا. انت بتاكليش ليه يا كوكي؟ ايه يا لهوي في ايه؟ كوكي الحقي كوكي انحرس في كوكي. مالها دي؟ ايه دي؟ واي 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 مالك يا كوكي؟ عرفني انا رحيم حبيبتي. انا يستر مني الليمون من اسبوع. خدي يا ستي. ما لسه بدري. انا عايزه افهم انت ليه مش عايزانا نجيب لك دكتور؟ دعاية قديم ومتعود اخد له مسكنات وبيروح على طول. على فكره احنا لازم نروح عياده الدكتور خيري ده تاني ونخليه غصب عنه يوصلك ليه. ازاي بس يا صفيه؟ ده حتى مش عايز يقابلني. الدكتور تحت امر اللي يدفع له الفيزيتا بتاعته. احنا نروح له بقى كلنا زيارة عائلية. عائلية؟ اه مش قادرة، كعبي هينخلع مني. هو احنا هنخش عند الدكتور امتى؟ معلش يا روحي استحملي يا اختي شوية، تعالي على نفسك. ربنا على القوي. اصلا يا اختي متجوزة ارهابي بعيد عني، عرف بس ان رجليها خدت عتبت الباب يا لهوي اتجنن كسر البنت على الاخر اهي. ما تنفعش تاني البصله. ما تهدوا بقى يا جماعه، الابله دلوقتي هتدخلكم للدكتور كده. الابله حاضر يا جماعه لحظه واحده. اه يا حبيبتي ما الدكتور لازم يتصرف. امال البنت موجوعه على الاخر. يا جماعه حرام عليكم، مش معقول كده. ست البحتاني الله. قولي يا حبيبتي قومي ليه؟ احنا لسه هنستعجل على بنت شويه. واحده 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 واحده. لا ما ينفعش يا استاذه كده، واحده واحده.
اسفه يا خالي، بس ما كانش عندي حل تاني. طلبك مش عندي يا ليلى، انا ما اعرفش خالد فين. انت ما فهمتش، شبشبه وهنشبشب، خناق وهنتخانق، قله ادب ومفيش اكتر منها هنا وفي البيت، وهي مش هتخسر اكتر من اللي خسرته. ده غير الفضايح بقى والجرس، فضيحتك هتبقى بجلال.